عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، وتم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن وفلسطين لإحياء عمليات السلام. عقدت في القاهرة قمة شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة شهدت التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن وفلسطين لإحياء عملية السلام.